السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. آخر مستجدات والأخبار فيما يخص الطفل حسين وكريم اللي مشى في واحد الظروف غامضة ولفاجآت الوالدين ديالو وحتى الناس الطوار كذلك تفاجئوا ونزل عليهم هذا الخبر كالصاعقة لأنهم ما ولفوش أن هذا العمل يحصل لهم في الدوار وفي واحد منطقة معروفة أنها محروسة يعني ديك الناس كاملين عائلات فلو دخل غير واحد غريب فالكلاب كتبقى تنبح وهنا فين كان اللغز اللي غيتم معرفة ديالو من بعد ما خرج واحد مول الحانوت هذاك مول الحانوت هو بالفعل اللي شاف هذاك مول الموتور اللي شاف مول الموتور بعد ما جاء عنده الحسين الطفل وخدم من عنده الحلوى ومن بعد بقى متبع هذاك الحسين تدخل الروض فين كيقرا وهنا فين شاف واحد مول الموتور كيحوم في تلك المنطقة. خوتي خواتاتي هاد المعلومات اللي دلا بها هاد مول الحانوت فهي غتحاول انهم يفكوا اللغز ديال هاد الاختفاء ووصلوا الى الجاني الجاني اللي مازال هو راكي متبع وعارفين يعني هاد المشكل اللي حاصل في هذيك المنطقة وراكي يشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاخبار انهم راه في وضعية خطر. هاد الوضعية خوتي اللي ما كنظنش انهم غيقوموا يعني بإساءة لهذا الطفل لانهم غيعرفوا انهم لو اساءوا لهذا الطفل فغتكون واحد العقوبة كبيرة في حقهم. وهنا فين استنتج ولخص هذا الكلام ديالي ان الطفل راه مازال حي يرزق وحتى ديك الاشاعات اخوتي اشاعات اللي تقلت هاد اليومين و اخوتي يعني استسمح على هاد الاخبار الزائفة وهاد الاشاعات اللي كيطلقوها بعض القنوات ربما لزيادة المشاهدات اخوتي فما تثقوش في اي حاجة الا من مصادر موثوقة. فاحنا كنتمناو وكنترجاو ان الطفل يكون مازال حي ويرجع لوليداته رغم واحد التصريحات اللي قاموا بها يعني العائلة ديال هاد الوكريم واللي اكدوا ان واحد الفقيه يعني يعطاهم الصورة من بعد ما عطاو الصورة لهذاك الفقيه وشاف هذاك الوليد واكد لهم ان هذا الطفل زهري هو فعلا زهري ولكن كنتمنوا الرسالة لهاد الناس لهاد الموتور او هاد السمسار اللي قام باختطاف هذا الطفل انه يراجع نفسه ويرجع الولد للمنطقة في كينا او لا على الاقل يقوم بواحد مكالمة هاتفية ابل بريفي او لاي طريقة ويسلم لهم يعني الطفل يخلي في بلاصة ويمشي بحالته وحتى الابوين ديال هذا الطفل فهم مسامحينه على الدنيا الاخرة ولكن القانون اخوتي ما كيتسامحش بهذه المسائل لانه لا تسامح فهذا تشجيع لهاد الناس هاد الشبكات اللي كيقوم اختطاف الاطفال على ايين. فاحنا اخوتي كنطالبوا يعني السلطات والقانون يقوم بوضع حد لهذه العمليات ويطبق الشرع. اي واحد فكر ولو غير تفكير انه باختطاف او بهذه العمليه يكون اشد العقوبات حتى يتم الردع اي واحد سولت نفسه انه يقوم بهذا العمل الشنيع والعمل اللي صراحه احنا كمغاربه ما كنبغيوش هذا الشيء يكون في بلادنا لان احنا البلاد ديالنا عارفين بلاد امنه يعني ومحروسه وان شاء الله غيكون مازال غيكون الامن بعد ما يطبق يعني هذا القانون فيما يخص هذه العمليات. خوتي خواتاتي فرجاؤنا واحد هو رجوع الطفل الى الابوين ديالو سالما غانما وترجع ديك البسمه والفرحه وراكم شفتوا الام ديالو كيف عايشه وكيف مصدومه والاب تا هو مصدوم وهذا الشيء كامل
بفعل هذوك الناس حسبي الله ونعم الوكيل وكتليم الله خوتي. فبفضل المجهودات الجبارة المجهودات الرائعة اللي كتقوم بها يعني السلطات المحلية والدرك الملكي والشرطة العلمية والكلية البوليسية واللي قاموا بتمشيط المنطقة وما زال كيقوموا بتمشيط المنطقة باش يوصلوا إلى الفاعل الرئيسي، رغم أن الفاعل فهو ماشي ود المنطقة، فهو سمسار في تجارة أو اختطاف الأطفال. خوتي خواتاتي، فاحنا ما بغيناش نبقاو عايشين بهذه المأساة. هذا الشيء كامل سبابه هو القانون اللي مازال ما بغاش يوضع حد لهذه الشبكات، لأن من زمان احنا كنسمعوا هذا الشيء، ولكن الحمد لله بفعل التواصل الاجتماعي، بفعل الأخبار السريعة، بفعل الجرائد الإلكترونية اللي وصلت الخبر بواحد سرعة البرق، هنا في كنساهموا أو كيساهموا هاد الناس بتقريب الخبر للمسؤولين. وكما شفتوا التطور الكبير اللي قاموا به هاد السلطات المحلية بما في ذلك التجهيزات، هادشي ما كناش كنشوفوه أخوتي، كان دائما داكشي تحت الضس دائما كيطمسوه، ولكن الحمد لله خوتي. فتحية كبيرة لجميع الناس اللي كتوصل هذا الخبر للسلطات المحلية والمسؤولين. فمرة أخرى فكنتمنى من الله عز وجل أن هذا الطفل يرجع لوالديه عما قارب، لأن هذا الشيء كيألمنا، مازال كيألمنا كل ما زادت الأيام. ف احنا كنتألموا وعدنا واحد الامل كبير انه يرجع لوالديه، لانهم راهم عايشين واحد الحاله نفسيه سيئه جدا للغايه. الام ديالها راه مصدومه، وحنا كنوجهوا هذه الرساله لهاد الناس، اللي قاموا بهاد العمليه يشفقوا وياخذوا بعين الرحمه، وانهم يرجعوا للطفل ولو أن يكون غير شيء مكالمة هاتفية كما ذكرت، مكالمة هاتفية يعني يبلغوا على المكان ديال الابن ديالهم، وإن شاء الله ترجع البسمة. أخوتي أخواتي، حاولوا تعملوا بارتاج واللايك لهذا الفيديو باش يوصل الناس المسؤولين، وباش يوصل لهذوك الناس الملفعين اللي قاموا بهذا العمل، وهاد الناس اللي كنترجاهم وكنعطيهم كنوجه لهم رساله من هاد المنبر انهم حذاري خوتي، حذاري ثم حذاري انكم تاذيو هذاك الطفل، لانكم الى اذيتوه فغتكون واحد العقوبه اشد عقوبه فيما يخص هذاك العمل. ف الوالدين ديالهم كما ذكرت، الوالدين ديالهم راه كيوجهوا لكم رساله وكيقول لكم احنا مسامحينكم، غير رجعوا للولد ديالنا. وحتى انتم اخوتي حاولوا انكم تقوموا بالمبادره وتخليوا واحد رقم الهاتف والمكان الطفل، باش حتى السلطات تمشي تسلم لهاد حسين وترجعوا للابوين ديالهم وترجع للبسمه ان شاء الله. اخوتي نلقاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.